الله وآله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال الإمام رحمه الله تعالى، وقال رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: وكانت الطواغيت الكبار التي تشد إليها الرحال ثلاثة. وعن كسو جري هذا القدراء يكسب سنة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه إيه حسين يي شركيات كا دعاء أما دع جري حلو الشيخ النولا أما وكور رمي يقو أمد الشيخ وكقاتي ديني أها هذا لك سابسا بين حالي صوم الرؤي مجموع الفتاوى وشيخ كسو قريو دراء هذا الكلو الشيخ له بسو قريو رحمة الله تعالى عليه. وقال وحوري رحمه الله تعالى اللهم نحرست وحوري شيخ الإسلام في كتابه اقتضاء صراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ومجلد كلبات بقوا بقول كنتني اللحوي نسخة أنوان هي وتحقيجي محمد عبد الكريم العقل أو العقل اللي بدأ مجلد كأه شيخ مرك وحوري: وكانت الطواغيت الكبار، جمع طاغية أو طاغي، وكانت الطواغيت الكبار طواغي دواوي كل ما عظم بباطل وعبد أيا طاغوت ليدا شيء كستوب باطل لقوين أمل عابد وطاغوت ولب إذا رضي بذلك طواغي دواوي وحي أهاين التي تاسو تشد لوح الحد إليها حق ذا الرحال وقايد كله صفره ثلاثة بي أهانجر حلق الجاهل قبل الإسلام اللات سنم كلا تلو يقاني ريث قيف با أصل أولها عرب ضنوا كتاقر سنيد والعزة سنب كل أرنجل رغة طفان با إسكالها عرب ضن واكوتا قرسانيت ومنات الثالثة الأخرى ريهو ذيل إرهو زعا إسكالها عرب انت كان واكوتا قرسانيين وكل واحد منها مثل كستو كتر سمانات يلاتي عزة منات حق تاريخ ذا أهر ريو أسقا أهر لوهر عابو ذي اللات با كوحي عزة أدن بي عزانا وحواق الدن بسيقونا بسوحي جنجر قريش يا رمكو وكل واحد منها ميد كستو كميدا صدخ دا انو سو شيغناي لمصر من امثال العرب مقالو مقالوينكا عربيت كميدا ايا لغا لها او ماركا لغا خيسن جيراي تولوينكي اي مقالوينكا عربيت اي كو يالاي دونيدا ايا لوغا دماشاد جيرو لوغا دبالدغ جيرو لغا عابود جيرو شيخو جيدا فكانت اللات لا توحيو هيد لاهل الطائف با اسكالها وايغو سي خاص اسو خجن جيراي ذكروا وحين الشيخ العلماء المؤرخين تا إسلام كشيغين أنه كان في الأصل ماشا كان كجرت في أصل كتابك اقتضاء وحلقة سجور المسترك وذكروا وحش أنه كان في الأصل إنه رجلا صالحا عراق مركو أسبدلها هي وذكروا أنه في الأصل رجل صالح بائد لغن أنيقا لكن أصل كوحكو قرآن وذكروا أنه كان في الأصل رجلا صالحا مركا اللات وحو أهانين دك حجاج تا يا معتمرين تم كسو ادم عمريسن يا محجنيه قوديو اها او راشين سيو او مشارسيو مسغو كريو وليو بهله سويق او قويو اها سويقنا وقمدد انتي لا سلوله بهدان لا شيدي جيري يدو بودا اهان وبورجا يا لا استعمال جيري مركا من التي با لغا كيني لا ساسا لوغو بخيي قلي وخا دمه وا اسم الله لا تحريفيه الحاد لوغو سميهي وحي شيغان اصل كيسو نينكا انو اها سنم كا لا عابداي واغي سور و هو اها رجلا صالحا نين وناغسن بو اها يلوتو وقو يا امسي السويق بورشكا سي للحجاج الحجيج با اصل كو قورن واخ كسو غورني لكن هدا للحاج واسكو مدن وي قليها مركو حجاجتو حرمين جرو قودن جري فلما مات مركو غيريدو عكف وحي دول فريستين ددكي نينكا يقاني على قبره قبره سيبي دول فريست دول غور جسدين مدة ثم اتخذوا تمثاله ثم بنوا عليه بنية أو بنية سموها بيت الرب بيت الرب يكون مقعب انت أضم بها كتابك أصل كي كجرت لكن يما قرر مدة مركة قبرك اللي دلتا اقناء ولا فردي ولقوه البقلان ايي ولا عابد الجري واقد دم السور طالة أصمعين شيخي أصغى سوي قدرك وقوين جري حرمين جري حجات يا طالة أصمعين طالة دي أي مدجرتي واجد دم بقبر جي سبع دسين أو مركا قبض يا مقام كدجين واجد دم دسمي وحوب بحيان بيت الربة أي أوب بحيان سداسي أو شو كسرعتي إذا بدل كاسة دعاية وأما العزة
فكانت لأهل مكة سنم كعزنا ريم مكة إسكالا قريبا ملك دوبنا يالي من عرفات عرفة هذا موقف كالاستغفاء إلهي كعابدا ملك دوبنا يالي. وكانت هناك شجرة قيد بان هلكا كؤول لجري يذبحون أي قورعان عند أكتدح قورعان حولها أي قيل أيه بيالكا كبر ويدعون ميشا سو كبري جنا أصقا عزاء سنم كان صقوا معوها هاي ري طائف معوها هاي اللات ري طائف إلى هايين سند كي سقالات بو النبي قدمي وباب شيء اون الدري خالد ابن الوليد بو الدري او سو باب شيء روايه صح انا وانه مغيرة باب شيء وي مغيرة من شعب اي رجل لميدا ايا النبي قد دور مركز سو باب شيء كان عزنا اسقو سند كي عقيبه فتح مكه النبي عيدا بو الدري خالد هو قامين هيو وكي خالد سو دلي نبي صلى الله عليه وسلم يقول محاره وحما ارق هدنا كنقو وير دنبو قاضي الى سو دلي محو هاي شيطان تي ميش لو عابده هي العزة ومضحك على قاضي خالد باصن صوب باباش. وأما مناه منا تصوم أيضو فكان لأهل المدينة ريم مدينة أيا أيقو آد سقوني سوح جنجري وكان وحي كتا لي حذو قديد وجبل قديدكو كويا بين مكة والمدينة ولي بطنك صاحل كحق بضاء حقوي وكان حذو قديد قديد مالك كؤادن وكبه جنبو كويا لي ومن ناحية الصاحل حق حيبتا ومن أراد شغل نينك دونه أن يعرف إنه قرطوه وبرطوه كيف كانت أحوال المشركين سدي حالة المشركين تعربين في عبادة أوثانهم سيوع عبد جرين أوثان توضي أصنام توضى أو يعرفه وليبه أوقر وأقصده وفهم حقيقة الشرك شرك قربت حقيقة ديس وح الشرك اللي يداده أما كفر اللي يداده يسمين جرين كفار قريش نينك دونه يأينه أقاده الذي شرك قاسه ذمه الله تعالى إلهي وعيو عن باريه يا وأنواع وأنواع الشرك شرك النعيسة كالدوان يا قيبيسة حتى يتبين إلى وعد تأسق له للمسلم تأويل القرآن القرآن كتفسير كيسة نجد دون يا إنه أحوال المشركين أقابك كالدوناء مشركين تو أي أوثان تو عابد الجرين حق أن دون يا إنه برتو فهمه ما هو الشرك شرك محوية شرك قاسو إلى فوق ليس يا عربي يا قريش حق أن أكدق ومد أكدق يا أنواع الشرك قيبها كالدوان أو شرك النقضه إلى أو عضات وتفسير القرآن قرآنكم محو شرك يقانا محو كفر يقانا عرب قرآن محو كسو قوري وكشيك إلهي محو كيد أضمه شرك وكل عي فلينظر روحها سهاء يقوها مراجعي إلى سيرة النبي نبي محمد صلى الله وسلم عليه سيرة دي سيئة دقن كيسي يا وأحوال العرب عرب دقن مذي في زمان حلق النبي النولا وما نهم مراجعيها الله بتذكره أشياء الإمام الأزرقي في أخبار مكة كتاب أو كوش كتاب مطبوع يا المتداول حتى مكاتب يا لوي يا وغيره غير كوش يقول من العلماء علماء المسلمين تأزرق كمدي هاي وحي كسو قوريا تاريخ ذي عربات يا أصنام تو يا رقم ذي وحن حما هذا بقى لهم وحا كم ذا كتاب مهم كاه قد يدا آدو شرحي نكلو يقع من منذر هشام الكلبي كتاب قري كتاب الأصنام بلو يقع نقرني لبعض لحد يسيبه لقري كتاب مطبوع وكتاب الأصنام سنم كستأي وثن كستوي عربي عابد جرتي تاريخ ذي وباللوضي ميشو يالي قبيه اللو تريي قاب كلو عابد جري واقي للدميي قاب كلو دنشو حرام بشرحي طيب بالأسانيد يا نقول عنها العلم بكو شرحي وفربضان يا أصوي حقب جوك بأهاب أمو أصوي قاري قيبنا كأركي طيب رقي هو شاسي محو هاي تاريخ ذا هاي يو قيب قيبا كأركي وفربضان ولي رقي قريشي ذا إسلامي يرقبضون وكميد عروي دلين يقول لسه كل ماي أسأل أبيه بقى كم إذا رجى سبعة وحيقول تبيه أسأل أبيه أبو المنذر هشام الكلب أبيه بقى أسأله فني قاعد وتخصيه وبعض الوقاقات طيب مرك التاريخ يسنة جامن وثلاثة أما ثنائي بكورنا يا قضية الدنبة طيب نكمل مرك كتاب سلام مراجعي ولما كان المشركين الشجرة يعلقون عليها أسلحتهم ويصمونها ذات أنواط ويسمونها ذات أنواط قال بعض الناس شيخ عور ولما كان للمشركين قالوا مرك يشين مشركون تو يشين شجرة قيد أي يشين يعلقون أي كلا لا تشان عليها على الشجرة أسلحتهم هب كذا كلا لا تنجرين سيفت الله صورها هي ورنك الله صورها هي ليب كي يجمعون كلا صورها هي إيه بدي يحرب هذا لقوا حرها إني بركوا ده هدو نين كلا قطوره أما لقوا جنا أي سنكفين طيب ويسمونها ويكون مجعاب الجرين ذات أنواط تي وحلا سور الجري طيب إيه بركة سنيد قال بعض الناس
بعض الناس مسلمين تبركوت بوحيد هذين يا رسول الله تاريخ اللي هو راجرتي ولا سكوت ديان هياي اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط نبي الله نوسمي قد وحل صرؤهم بركيزنه كما لهم للمشركين من قبل وفي الجاهلية ذات أنواط وين فقال نبي حول الله أكبر الله وين سبحان الله نوار رواية كالي ألا كان زهن حمان تأيه شركيات كأتشكتين إنها وحد عيوحاوي السنن طريق ليقانوي جمع سنة وظل مرها يوددك يمحوها يعني وحبدا فهن سنين أما الجهل هذا أو مسلمين تقيبتو ذا الشرار تا إن وضد يددك ورأي قادها يعني مشركين تي يهودي النصار أي دبق لها يعني وحلا يقانوي إنها سنة نبي قصاص أجيده وعادة الناس ضدكو إن يزدبق لانو يسحك سدان ويزدبيك سدان وحلا يقانوي لكن هاوشا إسكا إلالي لتركبن وحات فوليسان ودبق ليسان سننا من كان قبلكم ذلك دين كهري طريقه وضوينكم يدعو حمحما فأنكر هذا الكوحاوة الشيخ سيد بن تيمية رحمة الله تعالى عليه فأنكر النبي حق صدو الديدي مجرد مشابهتهم للكفار للكفار بما شاك قوان أصل كان كجرته مجرد مشابهتهم إن يؤكدان أما شبهان مسلمين تقال ذا أي كشبهان في اتخاذ ذات أنواط من النبي قصدي ما أهل في الشرك بعينه إن الشرك كود عين بعينه أي كود عين مئه لكن مجرد المشابهة وحيكين سواقة دم قلبه أنه إسوء أكاده أعماش أكور هذا إسوء أكاده تماثل يتشابه في الباطن بائما إذا إسوء حقيقة أنه نقول إنه واقة دم بعيدا بالله في اتخاذ شجرة يعكفون عليها نبي حد إذا مجرد مشابهتهم أي مشابهة المسلمين للكفار في اتخاذ إن يكشبان كان سميس قال سميسنا في اتخاذ الشجرة جيدا لا سميست يعكفون عليها يكون قادون من المفردية معلقين أيوة كحرها هي سلاحهم هو كذا كحرها هي طيب فكيف كورا بوشيخ ليه هاي بما شيء هو أطم مكون من الشرك بعينه طيب سيدا صاد يعني قرن لكن صدى أصل كمطبوع هذا اقتضاء حقوق قرن فكيف بما هو أعظم من ذلك من مشابهتهم المشركين أو هو الشرك بعينه لفظ قاسا في عن طيب فكيف كور حالكم حين نقول لها النبي قال هدوق ونصد أو صحابة مسلمين هدى إسلام وكد يدو كل الدقاء اللامي مجرد المشابهة النبي قال حين كسمين لها قوان نوعيب ونكاق ذن لها هدى مسلمين الشرك كل عانو يكدم شرك توسع عطاين لو بنيو فكيف بما هو أطم أطم لا بأس بها طيب أطم يا محمد يقدر كبلا يسوي أعظم نوائسكم متكوين بنقون هيا بما هو أعظم من ذلك أرنك وح كوين هذي ويدزن لها يين كورا ومن مشابهة من المشركين مشركين إلا شبهه في اتخاذ الشجرة وح قدر هذي صمين لها يين نبي محمد كورا لها أو هو الشرك بعينه أما شركي قال لما توصى بقى ساس وجهه الى ان قال الى امامك رحمه الله تعالى عليه فمن ذلك شركيات يا مظاهر تهدى الجره يا ذوات انواتك يا جيدها لعابدو يا ما كنت الله بركيستو يا اوثان تنقضي وحاكمده امكنه بدمشق فمن ذلك عده امكنه لفظ عده كقول ماشا وكجر اصلك شيخ الملك النسخه واسوق هيستو لا يبان سيدا هي ديق لو ما قصب كره شيخ وحقول لك هذا طعنا وهاينو وحقوق قرن منو شيغن فمن ذلك عدة أمكنة دور قوبوت با كمد أه وبدمشق كويا إلا مثل مسجد الكف سيدا مسجد كلو يقان مسجد الكف مسجد كي صعب كام على عش يقال وحال إذا أنه كف علي بن أبي طالب ومسجد دمشق تشهد كويا إلا ومركا الغوصة وري قعان با الغوصة وري قعان با الغوصة وري قعان تازل وقعان تعلي كف با يغوصة وري انطالو وقعان أه حقيقة كينا واي هاي أنه كف علي رضي الله تعالى عنه حتى هد الله إلى رب الدمي ذلك الوثن صنم كأسقى صنم كأقعنتي لبركي سنجري الوشي إن قعنتي على أيتها إلى رب الدمي أسقى الدمي شيخ الدمي يا أرددس صنم كرق الدمي وإهلفاء قاضي وشيخ الإسلام ابن تيمية وأصحابه وتلامذته طيب وهذه الأمكنة قوبهن أنا صور شيخ نبي الشيخ ولا جواب لهم مثل ما شيخ وصو جاب صدق إلى دور يطمن ما جواب أو لعابد ولا بركة يزدو أو كويا لي مكة كويا لي يمن كويا عراق كويا لي كويا شام كويا لي بشيخ تريي كثيرة وفربانة موجودة وحين تالا أو كتالا
في أكثر البلاد بلاد برنكيت، وفي الحجاز حجاز ومدينة مكية رلك أي كتلة بركيسنين وحاكو جالة منها مواضع قوالة بركيست حلقة وشيخ النوراء قرنك الشديد هذا يحكى على علي أصنام يا أوثان الوعابدة في الحجاز في الحرمين. طيب أويا له أسوقنا تور أمه المشا إنه كبير محمد وكبير دو مشام يو شام شام بصيف عنه كبير دقي يا مصر شيخ. طيب حلقة ولي بأسوق إنه الرافد يا شيعة بأب النيدو قعنت كويس حجاز أيقى بالأول يقيبه وحير وحير موي. فتأمل هذا الكلام وهذا الشيخ سليمان تيمي رحمة الله تعالى عليه وحكوي مد تعليق الشيخ عبد الله بن سليمان ابن محمد ابن عبد الوهاب التميمي. فتأمل رحمك الله في ربك الله كنا حريص تعالى كلام هذا الإمام، إمام كان هذا الكساء ابن تيمية أسيف عن أرض حدق في اللات والعزة ومنات كسابسا صنم كلا تاء يعزي منات كسابسا وجعله. طيب يجلد خيالي بعينه هذا الذي يفعل بدمشق وغيرها من البلاد في ذلك. وحط قلوب في رساب إن رقن كأي قريش يا عرب يا غير كودبا أي كسمين جرين لاتي عزي منات وحور وحال مدأ أما كنت الدمشقية حجاز كوية الله وحال وصمي نفس الشيء ووطن يا وطن يعبد من دون الله. يا وجعله بعينه وحي عرب سمين جرتي في اللات والعزة لفت الكسين وقسمي وكسو قال الشيخ هذا الذي يفعل بالدمشق وحال وسمي الدمشق الوسمي وعين ما فعلت العرب في اللات والعزة ومنات ثالثة الأخرى إيه وغيرها وحان دمشق كأهين من البلاد في ذلك الأمر. وتأمل وحاك وتاب وقوله إذا على حديث ذات أنواض وكو تعليقي وتدبره صف عنه في ربور فإنه نافع جدا ننقى أرضك مسلم وأنفعها ياي مسايد بدل مشيخ قصو شيكيو آذو فربدون ونوع قبور إيو إيه ميال قيد الله بركة يشتئ إيو قوبا محمد أبي الله قد دانسة إيو ميال حولو قورعي إيو ميال ما معلم الله فردي إيو وحلقو آخر إيو أما كين بدل بوكاكا هاللي مسالة كتابك كتاب هذا وقيم بدل. وقال رحمه الله تعالى وحكلوا مر لبادي رشوخ في الكلام على قوله تعالى مركو كهلا يا آيات تفسير كذا مركو كهلا قسم وقصاب سن ذبائح أهل الكتاب إلى أعيادهم مبحث أذو قيمة بضموا كتاب كجرة مجلد كلابا تقريبا كجرة وولي بلو قساء أهل كتاب يهودي النصارى ما دام أطعمته ذل بني إذا لا يحذو ذل بني ضمر قضان الله فصحي ضل مسلمين أكو خلد ما ينمن كأيجا مركز أصنام تودي يو عيده ودي كريستان كأيو تي يهود يو وحيبا يقول رعجر يدبال دقو يدماشات كودي أعياد الدين كأهين حول يقول عام بالعون جرى ذاك المسلمين تاكو خلد ما بل ولي بعض أهل العلم أي فتوى دين أي بنان تاي مبحث كاس مركز شيخ عوطة لقائم ومبحث إنقاذ بحث قيمة وأصولية ودقيق وتفسير وحديثة كجرة مركز الشيخ فافهي أي ما حنا بلو بضان النقدية ولي بأصف عن وجه العيي مبحث كهال الآخر أعياد المشركين يذهب إحدى خصيص أعياده أعيادنا مركز وقش تفسير كده. طيب وحوشوخ كسوها الله وما ذبح على النصب إنه عام محفوظ لم يخصص وكذلك ما أهل لغير الله إنه عام محفوظ لم يخصص لكن وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. طيب إنه عام مخصوص أي كهل الشيخ طانا ومتفق به إذن لبضن الرموت الشرك يذبح لغير الله خصية الله هرمرنا يا أصل كعام كإمحوها يا صغو مبيحة أدب مركة مثل الله قال الشيخ يقول في قوله تعالى ومجلد كلابات اقتضاء صفحة اللحنة أفر إلى اللحنة اللحنة وكذا الله وما أهل به لغير الله إلهي غير كي يحل له قصدي وإذا دوحي لأن لو السودي باسم المسيح باسم الشيخ عبد القادر باسم الشيخ فلان باسم أبوك اللي يلمع على الوقت توي وماشي إلهي سبحانه وتمقعس الله عسك الله إن نفك الوقة ورعيها يا إلهي مقعس غير كي الوقة ورعايا لبضوا والغوفة سر وما أهل أي قصد به لغير الله إلا مرنا وذبح باسمه مرنا وذبح من أجله ذبح له وذبح به لما كلام سلوي مركا أتقورع يسادات ترى باسم المسيح هذا وحويان وذكر عليه غير اسم الله ولا تأكلوا مما لم يكن اسم الله عليه بقال هيا. طيب هديب اللوقبت محوها مقع إلهي غير كن لوقبت وهو شركي قالم وأنا مما ذبح باسم غير الله الوقا ورعي واسقواتي هدي لكن باسم الله اعتراض والله اكبر وقبله ولي اسجدس
أدمدي أف بدنو دقدقي سأتكو جورع أدو ولي بويسق أبو ركعتين سويتو كذي هذنا أدو جورع يسأل لتعظيم صنم ولتعظيم مقبور وولي صالح دفن من زمان ومما قصد لغير الله لعن الله من ذبح لغير الله أصنوا كفر يقال لموي الذبح باسم غيره والذبح لغيره أنت وقال لموي لبا مرك أريمة وزقرب سعدوي من نمتك لك أن في عمهاي ولبا وحاضر النافك الإلهي غير كله قورعي قصدا ونية باك هاي كفر قاسا كوين مثل اللي قورعي باسم غيره اللي قورعي شيخنا شرح الدونا وما هو إلا به لغير الله ظاهره هذا الكشيخ واكنا ظاهره أيضا ظاهر وحاوى أن ما ذبح لغير الله إلهي غير كي وحي لو قورعي هذا القيمة بضم بميشا كقو عن وبها إن لقدره وشيخ أصل كجرود وشيخ سكسو قابصدي ظاهره أن ما ذبح لغير الله مثل أن يقال إلهي غير كي وحي لو قورعي أيضا حكم وظاهر كي يكوع الضهيوي ولا فهم كراسيد دك دو مسكحة أسود دك دقيسة وحي لو قورع إلهي غير كي مثل أن يقال إلا إجراده هذه ذبيحة لكذا نيفكم وحانو قورعي هبل نيك سبنت قورعي عرف أقل قلو وش عبد القادر أقل قلو وحاجي هبل أقل قلو سوى البو أقل قلبو دون والبو يع لبا تنو داد بسكو قيو دوار دنتي نينا سوفيها يدونا إن رمالي كاسر هلبك الله بضيه يحور الميتين لسكو مقسم ميتين لسكو قسم بول محايل شعب عبد القادر يدوق محو هبل أها يفق هبل يا أبو هبل يا محو آية محو آل بيت الرسول الله يا أبا ستي أو رمبا وحسكو قبصانيا بون سبعين تسكو قبصانيا وأنا كنت أقول لهم هيا مركا أموات يا أهل قابورك ماذا حسكو قليني مذ والبا سبعين قنا وقلب وقبرع مركو هيلي بكونه نقوم محو آية مالك استلا مالك الله جهل وضمعي ولي هيلي بكادي بيجري ما قان وذاديه وريلي بكي كل بناية هذه لا صدقة الله بحنا فلا جورع مسوري كان هيا ضاتر وحلا صدقة يستو روح عند أنت وحلا صدقة نفلا جورع ما بشو طالبة ور العق الله بحي وكاش الله بحي وحون ورضك الله سيو وهلا الله إرمانيو والعقت الله بحي أبدا ميدو حلا صدقة يستو نفلا عند أنتوي وحلا جورعون ما إيش أمرك لقي يا عادي عن بوادو كأفسنا كوادو جوانا مثل كأفسني أي والله بتركوه نبعد ربو قباي مثل أن يقال هذه ذبيحة لكذا ذبيحة لكذا ومما أهل لغير الله لكذا إلا أجل كذا وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ أو لم يلفظ مربها ذو مقصود يوجد أيته لغير الله إن لو قورعه لا تقرب إلى الله وتعظيما له أن لو قورعين علماء الإسلام حقيقيا خلائقنا إلهي أبو ري أنت ربي سبحانه وتعالى ولا قورعك ولا دلي كرام بابنا إلا دلو نفط هذا حكى قايسه أو شرع الإسلام كوج قايسنا وإن إله مجيسه كوب حضو أصلاً لولا جيده طيب ومرك عبادة طيب مجع إله بكل من أصلاً درت ما لوج ورعي هذا طيب شيء كان مباحنا وإن مرتكو صرو إن محو إنه هلي بهم بس كجع عنه حيو ولا أنا نصدم مال الجماعة طيب مجع الله يكون لمن قصد كان للراعين ما يحمانا طيب لكن نفقي إله أبو ري بان مجع إله غير كوج ورع هي ونحكوا ذو كوب حين هيا أصيب أن إلهي أولق استمية إلهي غير كمن أولق استهيا وقال لما قام مرتوي شيخ مركو حولي فسواء وحان مربى هذي أتشهدو طينيف كان أقو رعيس إلهي غير كي أحدا لك أهين سواء وحاسمون لك لقال إن حق حكمك لفظ كهذا ليا غير كي أما شيء هذا ترى هذه ذبيحة لفلان أضم قعي شيكتو إيا هذا إذ مارتوض قريصب وأسكو حكم إنما الأعمال بالنيات أو لم يلفظ أما يوسف كهلم أما كل واقع رجي أما كل واقع وذبيحة شركية حرام العلوك وصاحبها ملعون وتحريم هذا إلهي غير كشيء قال له جور عي قصدا ونية له جور عي أي أظهر كان حرام نقد كيس عب حرام نمت كيسة أي أظهر كعو وكم وقش أبدا من تحريم ما ذبحه للحم يحلو جور عليه اللي بهنا جور عتي وقال فيه أولي عند ذبحه باسم المسيح ونحوه شيء بالحوق ورعين سينا ذكر عن طابو ألو دواشي إيو شيخ بري محوها وينين إيو نبي وينين تي إيو عيسى بريدي من تكامة إنا أدوك كردقاتو محوها الراشين ومانت اللقو هرقال الدونيسة أما اللقو عيدة يستو اللقو عرف يستو نيادة أدوك ورع للحم هي لبأهام بأدوك ورع تكلية بنك لك ملي لكن بسم الله ماذا دينا واحدة بسم المسيح
باسم الشمس والقمر، باسم الكوكب، باسم شعبد القادر، باسم جدي وأبي باتر وأمي. أيضا سكت. كا ومما ذبح لغير الله، مسوى مما ذبح باسم غير الله، باسم غير الله وحارن كائن وحارين بنان كي تلا مرام وحاكسي حارس مشيق ليه هاي مدك أنا لو حبل الشيءين أمر الله الشيء يلا قدر واقعي، لكن وجوده قد انتهى هي تعظيم غير الله. شيخ عبد القادر مسيح عليه الصلاة والنبي محمد بل أقول علي مما عظم به غير الله وقدرا قصدا ونية، لأنه عمل كظاهر كا نية قلب كآكبة وقدرا با تيب شو قال الله وتحريم هذا كان حرام نمت كيسا أظهر كم وقشبضا من تحريم ما ذبحه للحم وحي أقو رحي بدرت أقو رعي، وقال فيه عند ذبحه باسم المسيح ونعوي، كما أن ما ذبحنا يعني مثال في عم شوق سرية قياس العكس صحيح وقيمة بضع حكم فميسو شوق بشيقايا، كما أن ما ذبحناه سيدا إنه وحي أقو رعني أنه قو رعني متقربين أنه أقو دوائن به أصدق إلى الله سبحانه وتعالى، كان أزكى مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله حور نفك إنه أن أقو رعني هير بنيمة أن أقو رعني ما قالنا أن أقبلنا. طيب إيوه نفك أن ما قال الله أقبلنا ألا درتنا أقول رح كيف فضي بلان كيف قيمة بلان هديجي عرفدي أضاحدي صدقدي نفك إلهي تعظيما له وتقربا إليه أقول رعده إلهي سبحانه وتعالى ما قيسنا أقول رعده إيوه نفك أقبلنا يسات بسم الله، لكن هلي بأهان يعرض ما أنت حقوق مرق سوقها هلا أقول رعده كيف فضي بلان منا واشا يسكبنا انا واسك مباحه منه هي وعباده. كذلك شيء قال باسمك وقبت باسم غير الله يضنك لا ضنك لها اني هيلبك عادي قاه ايو كي اد ما الله وقبت لكن اد الهي غيرك او غور عني اهان قصد اهان كان كا غلسن وي وركا ان لا فهم الا تو اسك عدا بنانك اي مساله تعالى شوق وحوري مركا وحو سي راعي هذا الكاس هذا في عنبا قدم بي شوق كتغ لكن قال بينك قدر ان شاء الله تعالى شوق حولي فإن عبادة الله كما أن ما ذبحناه متقربنا به الله كان أزكى وكطهر سنيه وكفي عنيه مما ذبحناه للحم ألا درت وحن أقور عني وحاك قيم بدن حق عبادة أهان. طيب عفوا وحاون جيدا وحي أن أقور عني محوها هي لبهان أن أقور عني ومع الله وقوانا وحاك قيم بدن حق عبادة شيء إله درت أن أقور عني وقلنا عليه بسم الله إن نري فإن عبادة الله بالصلاة والنسك له أعظم من الاستغاثة من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور وشاهو كوشر حيا وهو القيمة بدنوي معايا فإن عبادة الله إلهي عابد ديسو لقو عابده بالصلاة صلاة لقو عابده يو النسك قورع لقو عابده له لله أي أعظم كقيمة بدن حق عبادة أهان من الاستعانة إلا كالميستو باسمه بسم الله في فواتح الأمور أرهما ما كانوا باللابين ما كانت قاعدة بسم الله باتري قرب لسيسا بسم الله باتكوب باللوضي ميل بادك شيء بسم الله بادك شيء واستعانة بسم الله إيه شيء إلهي درت أوقبت عبادة له كيبا قيمة بدن كان عبادة قيمة بدن ما قاعد استعانة وعبادة لكن تنا كدرم كذلك شرك واسد وكله وحول شغل كتاب أسل كيسا فكذلك الشرك بالصلاة لغيره والنسك لغيره أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله هذا قيمة بضموي إلا فهمهم جدا وي ولا وحيس كفرنا مساكين وحرة بحيقة هيان نيف كشي عبد القادر هلوق ورعي لكن هي بسم الله الرحمن الرحيم بلوق ورعي. طيب الله أكبر والصلاة والسلام على رسول الله قبل ذا اللوجه هي حول مريدها سيف عن اللوجة برد رجيس الغرفة في مع السلام ورمات هلا برفقي يقولين وحوي وبختي وي أو فسقا أهلا لغير الله وي حرام ولا معونه كور اسقي له وجه يدا كي قول عنا ومشرك كافر بالله العظيم مرتد وي خارج من المله الاسلاميه شوق حول والعباده فان عباده الله الهي عابد سب الصلاه لو عابد والنسك قور له اعظم من الاستعانه باسمه في فواتح الامور والعباده لغير الله الهي غيرك الا عابده. طيب يا أعظم الدار كفر حقا قال لمتك من الاستعانة إلا كالميستو بغير الله بمشا كجرته وإذا كم مقان وكتاب أصل كجرته مهم جدا إله إلا عابد قصدا وعملا إيا إنا المقعي سكا الميستو وضهو الكب اللي وضهو كفر فرطه. طيب اسكو باب ما أهوي
إلهي مقعيسا غيرك عفوا ومركا توحيدك ما دام شرك أيدين أو نقيضان لا بحقوق من كلا دوم بك كلا قاضنا يا مش توحيدك كو خير بدنا شرك قال وكدر يا هاي مش كلا شرك قال وكدر يا فلو ذبح لغير الله إلهي غيرك توحيدك ورع الروح متقربا أسوق وقول دواذي به شيء أو جورعي إلهي إلى الله إلا حرم مش به بقى كقول الله تركيض فلو ذبح لغير الله متقربا به إليه إلى الله عفوا إليه لغير الله من ربا لا حرم أو حرام حرام نقول هيا إلهي غيرك وحق ورعدي الله شيء أقول دوار هي تعظيما وتبجيلا واحتراما ومحبة. طيب وإن قال هب يدا هذا بسم الله هب يدا هذا بسم الله ما قعب أوقف أضنت بسم الله الرحمن الرحيم ده لكن أجد هذا أقول عصام شيخ عبد القادر درتي هي تعظيم هي شرط الشيخ الله قلقلي يمحوها يوشولها هذا. طيب كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة سيدا أي سميان بوري قيب كما قد يفعله طائفة كوح بها سمية أي سيدا أي سميان كوح كميدا من منافق هذه الأمة أمدا منافقين تدا قيبا كميدا سميو قورعي قورعان قيل يحوي الله يان بقول طبان يأفر نيف بالو قورعي شيخ عبد القادر شيخ غبل سنة كان محلو قورعي قبر جيسي بقول طبعاً أفر ديوال القرآن يا بقول طبعاً ترد القرآن كعدد القرآن كبقول يطبعاً يمحو هاي أفر قال مدن عرانين بلوله أنت صرت أقرن بلو جورعي وهدي يا ضحايا يمحو أضحياتك مية ضحايا يعني لو جورعج حتى في الحرم المكي أيا قطع يا ما شلوك لبحايا ومع ذلك وحكار العماية إلهي غيرك ما نعبدين ألا درت من أولجي حلال وي وأورر وحاس وحجر أما كل وحوي وذبائح لغير الله وأنا حاران وأنا شركية كفريات شو قوة بحكم إبا نينك مقع على وقب تيذبي حد ملك بقورعي هذا أنا إلهي غيرك أولجي ذي من ولي ونبي وصالح ومقبور وشيطان وجن وكوكب وحان لينا يحوي ومما أهل به لغير الله مما ذبح لغير الله كما قد يفعله طائفة من منافق هذه الأمة هل كان وحاكوجا هذا في عن الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك وإن كان هؤلاء مرتدين كواس مرافقين تصوغد وهذا كواكبت العالم العلوي. طيب وحبال لو قورعا وحبال فوحب الله شدا البخور منصب الله شدا هيا قبورتنا هذا كويا لكريكو هذا ضروري تكتو قولي هندي وفوح شد وادت أركيسة سكبة دار المال وأكون نضط أنكو حبالنا فوح بالله شد هيا وحلو جوب بير هيا برفو ما لجوب فينا فيش 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 برضه ما طيب هندي ده تما دهلا طب أكثر من مرة أنكو أرك أي شيء عزما طيب مركها هذا جويدين بقى مال دير بمجر تبع عفتحي عود بقته من زمان أو كاسة شرك يبختي من كاس وكاك دويا هندي اسك الهالي الا من رحم ربه وهر خرافوي وهر خرافو برق ايش دك يما دو دم بابا سا وبدن با هندي ايو باكستانيين تيو افغانيين تيو بنغلاديش كيو مخو هاي حتى اندونيسيان كا فيلبين كا دك حقا كيما دو برق ايش يو دم با هوشا كو بدنتا اد بيو بدنتا هي نيو دلهي ود ودو تكتي ود سو سمرتا في الهيا. طيب حصون نقدر سو كولا صومالي كله أهل توحيد وهي بوصل لافتي المهم وحي يقول دولا كواكب يا مشايخ يا غير كود بالذبح والبخور قليها يا شيخ وكورا وإن كان هؤلاء قالوا ويا شيخ ومرتدون وي الكفر وعدم الإيمان كافرك ومن لم يؤمن بالله قبل هذا البطن وكجر كافر محال يا كفر وعدم الإيمان والكافر ومن لم يؤمن بالله حقيقة لكن أنواع كفرك كلا دون ما كلا فيري ما عك دون بقاتل روح هذا إسلام ما هو الرئيسي أمرك أو قال لما كرد عيدين تو كجبح هايو مرتد بالي هذا هذو قال لما قرصن هايو والنبي يقول بين شيء آمن سن يا دين تونا يصير حق هين آمن سن يا أو قال لما أو قرصن هايو إسلام لما أو مجسم أفك باركيزة منافق بالي هذا هدوء من سيئين كان الله رمينين بتعدد الآلهة والمعبودين
مشرك با ليلة ذا هدوء من سيها ينسى الله بجرين با معطل با ليلة ذا النافي والمنكر للخالق معطل با ليلة ذا هدوء من سيها إن عالم كان يدوني ذا بأي قديمتها أي أفلاك تن يحوادث بأي قديمتها الدهر با ليلة ذا هدوء إسلام موجزا عقيدة باطل وكفرية قرصان هي زنديق بالي هذا وحور رسوس وقرر وامحي وهم قالوا وحور قرب حاران وكل يقول وهم قالوا لكن نعيك للدوان بقاتل جديد ما هي تيب الشوق قد تكاه الله هي كما قد يفعله سيدة يسمين طائفة من منافقي هذه الأمة سيدة يسمين كوح كمدا منافقين تأمدا وحولي قورعان ما قال لي كوجو رعان لكن أشيدهم بيكليه إلهي غير كي بيجو رعيان حدقي يجو رعيان أولي يجو رعيان جيم بيجو رعيان أنا وجيم بمن هيستبه صار كسكران ميزان يو بورانيه يمنجس كي حلورن جري وجيم بالعابد جري شو هو قال الدونا إن يكو قال لي صار ليدو يقول لها بوران يجو رعا يقول لها هاي معلمة ضي يا خليفة ضا أردوين كي الروحان الله هذا شيء ويجو رعا فركي معه يا برفون أبو بنت اللب بين فروين الربا طيب حقوق تمر على قربا وين هذا كين تمر النوع عاصة حل قاصة محمد بلم ويكون مدرافين أو يالككع درمان تني ويا داية محمد ما درمانا نمن باب النهي استيبة إلى هنا جحر إيه إنسي باب نفط النوع غير جنب باب النهي استيبة جنب باب النهي استيبة عياذا بالله وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباحوا أن لبنين ذبيحتهم وحي جورعين بحال منافقين بها النقدين مرتدين بها النقدين أن مرة أيضا بنانين وحي جورعيني إن الشرك كود عنا قال إيه بنقوت المهايا لكن يجتمع وحقوق المهايا في الذبيحة النيف كأيو جورعين من كاس ما نعاني الله بصوا وحرام نيف كخديها هي طيب لو وصل الشيخ شرح دون رحمة الله تعالى عليه سابق كبرام هو إنه مرتد يا روح أسوأ مرتد أه أو كردوبي تعظيم غير الله عبادة غير الله كردوبي أي نيف جورعي كونه أويه ذبيحة مرتد وسبب حرمها هي ثانيا أويه مما ذبح لغير الله وإله الدرت أن لوجد محوك لوجد الله بسبب كل ما ومن هذا وحاكمدا الذبح لغير لوجال وحاكمدا ما قد يفعل قد بامشى كم قن أصل ككتاب كم هاي اقتضاقة ما قد يفعله الجاهلون باق قرآن اقتضاقة أصل ك شيوخ نسقده يجتمع قن قاب كهيدي ومن هذا وحاكم إذا ما قد يفعله الجاهلون بمكة قلها الجاهلين ت إسلام كشكت عام ضاع وحي سميان إن مكة قص سميان حرم كإلهي باكم إذا مما ذبح لغير لون ردوب هاي ابن تيمور كسو واضح هذا الصريح واضح وقيل له وصو قبل نموي الذبح لغير الله ومرافق باكون نقن مرتد باكون نقن دين صدق قبل حيسا عامنا الله كاردي مرافق باكون نقن لأنه إسلام بنوم وجسته يفك بار كيسا وأنت تذبح لغير الله يا وغيرها ما كوحان كائن من الذبح للجن أجنب لجورع ما كم حقدع الذبح لغير الجن أو يالك وين هيستي الرعانتي طيب أم من كم وردوبين صوماليا مالها يري وذاته جوجان يدور كقبل موي أنت كله ساسوي ولبا ماله جوجا حتى إن لقو قرصته بالغي يابا والرحبة كرديح كمرد ما تاوش أيضا أو كمرد ما تما طيب إن الضبق اللي بانتوا لجان خاص الله صمي لجنة لمتابعة الزنادقة والملحدين وإن لود يرى فريق جونية جوت خاص وين هوش اللود يرى الإمام المهدي العباسي وحولها زمن كيس انتي زنادقة وبرتين وين مرتدين تبتين يوحود يرى عيدا خاص وكمان دوس أطوا برن سيد اللود ضبط قالوا زنادقة حلو أنتم خليفة أها الله بقول يوم كنت صديق بدلي أكثر من 250 بدلي آد بمرك مسلمين أم هذيين أصوغ وليما هولا بدن لغوها يستحق الجور كيزي ظلمك لغوها يستي هذا رأينا متطبعي دبانا قالي نمينك الزنادقة أها يمجرمين تقول لميي آد بالمضوغة أماني وان لغاك شكية حتى شو الإسلام بكو أماني ذهب بكو أماني علوم الإسلام ورم بأهوشا كو أماني على هنات فيه أخرى طيب روح ميشو كأماني هاي بان النقو آن برايس كسر رأينا انت كلام اسكا عار رأينا سيدة ومساس وياهدي انتهى كلامه رحمه الله تعالى ومجلد كلابات اقتضاء صراط المستقيم صفحة لحنا نيافة لحنا شان لقى في ريو ديب ملا
إذن هوله النبي الشيخ صوغل مرتدين بانه أصل كي اللي يقاني شيء قوينا معلوم من الدين مرتدين بانه نحن قد جيدا دات كاوش نصميه وإذن كما يعني الله شكيد إذن أصل كي وينا شيء قوها دمريها معلوم من الدين بالضرورة شيء إسكعدنا قويها عام يعامل آم بمدلوغ عرداد مجره ومرتدون وإن انتصبوا إلى الإسلام برنان كي يركيين اللهم إنك سنين والو صو إسلامي أن دين تولي لقب سنين إنو يهي مويه إنو يهي مويه إنكو كوري ودن قارو إسلام بأرق بحق النسوه جرون وهي مويه إنو يهي إنكو نولا ميل آن مسلمين تسوه قارين أما علم بدن أسكجرين أسناء أسورة قارو إنو علماء سور راسد إسلام كو يماد مويه ضدك النوع عاسى بالوعد داري لكن ضدك إن إسلام كورح على شيء وضم إسلام كسوق كري علوم هذه اللي كره حتى ضدهن وضن قلب الجوجي علمه متوفر أيه هذا أنا كخال دمي أصل من أصول الدين سواء كان عمليا أو علميا عقديا أو وصلك حرق الدين وهذا ومسألة إجماعية ويصير علوم ضن عديين طيب إن قصد بعض المتأخرين والمعاصرين بريان ضمبي الذين تأثروا بمذاهب المرجعة طيب أي بريهن تم بسوع العليان ومسألة خلافية وخطأ خلافكم جاء مسألة أيضا هذا خلاف جرنا خلاف معتبرا مع شذوذ وخروج عن سبيل المؤمنين فتأمل رحمك الله تعالى هذا الكلام وتصريحه فيه بأن من ذبح لغير الله في ربو الشيخ هذا الكسعد شيخ الإسلام يتبرح رحمة الله تعالى عليه قل يا هذا واتكفيري مرتدين بقتل مامي محي آذين ذبحوا لغير الله عامضي جاهلين تيم مكجوا جنك وعقر عزب الله ماذا يقول مرتدين مرتدينه طيب وحوك الله سيدا كنت تكفيري متكلمين يعنوا بمعساكوه الرئيسي بكو تكفيري وحويني نمان كم متكلمين طبعا أركي سيقو كان نقاشي مسائل علم ودين كان نقاشي وهذا نكو خلط دمي ونحف فريسري خلط كي قالين هدو في المسائل الخفية كسها سنان لها وحان أوران الله ينبولوا خاطئون مخطئون ضالون مضلون لكن وحيكون خلطهم هيام ورح فريسان هيان مسائل معلومة الدين بالضرورة كالشرك يوحي لها المالة فكانوا مرتدين بول مركي مسائل كاوين كو خلطمين وشركيات كو سابسا مرتدين بيسيدا كون نقضين بول شيخ الإسلام قضية دا وحيكون تكفيريين كو تكفير إمامان الجليلان من أئمة المسلمين على بعض ضطبة كده جنجري دا أئمة كده جنجري خاصة فخر الدين الرازي وأبا معشر البلخي أبا معشر البلخي وحنفئها هي فخدون الرازي وشافعي ماذا حبكوه ضطو هي أشاعره يؤسوليين بأ الإمام بلو يقان مركا قاركوت لا يطلاقه تفسير الكبير نسكالي إلا يقاني عانك المحقق حنا شافعين محوان أشاعين كدن بين أوسن جرين بازاق الله ماذا تحقق مذهب كودا الشيخ الإسلام حوري فكان مرتدا برهة من الزمن قال المرتد هابر مدى نبر بو قال هاب مرتد محكور الدوبي كتاب وقري وكو أمانة شركياتك سيدا كتاب وقري النبهاني وكان مرتدا في تركيز يوسف النبهاني شواهد الحق على استغاث سيد الخلق وكتاب الردة وكفر والشرك وإيال كتاب وقري فخدين الرازو أو مقعدري لي هذا السر المكتوم في عبادة الكواكب ومخاطبة النجوم طيب حوري مركان باري اون علومت مركز بكم مري وحن سوء قاذي بوري الشركو يئن الروحان تلبريو اما الله يورو اما ملوك الجان لسويد دجيو وحلو قورعو حيو نحفي باكو جربول كتاب كمقدمي زو حقوق ري وحن بريكا هاي وحكا ستو دين الإسلام كخلافسا مقدمي كتابك اني اتبرعو من كل ما يخالف دين الإسلام بول شيخ وافر المقدمة آخر يدق ومدق محايا لواد مكتب ومن باب ذر رماد على العيون وكارتوي ووحابي لغا سو غورن جي معشور الفلق وكله وحا كو قورن و حقوق الماما يا سحر كتاب من كتب السحر وي اسكو ادي طيب و حقوق قورها يا سيده روح لوغ دول سحرك سحر القتل والتمريض والمرض بكوت الماما يا مركز كو قورن على فليتق الله فاعله نينك دوني سحرك انو برتو او ددك كلاي الله كعبسدو يسو غدلين و با يشيغتي سحر باب كفري نينك قال كاب كوارين هيبا وقال سيئة ردوه نقوان نايا إذن إنه معشر البلخ سيدو كالي علماء وين نوع عاصو كلا أبو كو تكفير يا أولا أيضا المسائل الظاهرة المعنون من الدين بالضرورة عامة إيا عالم وأسكم مد نيكو كو خلطمة سيف الإسلام باكو خلطمة إساسونا ولا مدين راعين هيا هدوسا سيها الهليل أتوبة كينين
طيب هذه أنا تبرها يعني صومها تكفير كلا تجرانيسا هذا النينك أنا دي كريم عوا وأوش كان نقو هذه إما الإسلام والطوب وإما الصيف وإذا أود من لتر اللهين تكفير كاس كل جملة دب تجنان علم صوص يقها لين حكم الكفر والتفر يتبعض مرة قد أود بعض ليه ضحي وحدي واد قالوا ذي دي أنت بتكبح ذي إما أن تتوب وإما أن تضرب عنقه وبمنطق القوة والسلطة مركا أيضا لكن مركا حلو بات تبرك لما هيسد نينك واحد أكتر إنه قال لما كنا عاي وحال إذا كافر هو يلده بتقنو إسلام هو كفر أنت عاي دين تقله كبحي هو شاسة نكو أخنين ما لك كان تبره لنا قربيه زي ما لحن كلفوجين هدوسا كتب بتكينه وركو أنت أسكو كوبان تاوش أو الكوبان وي قل يا كودي لكن مساكين واعتسامين هذا محل قبان كرتان نيك واتك في سن محاتك قال كرتان إن أمضى أجد جنون وقال يهبا وحوينه ولتستبين سبيل المجرمين وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وحوينه عذاب أمضى ذكر نيزا مرتد إسكا إلى الجوار هذا كسين جيان كيد ما دين كلو كجرة دين الكفر والشياطين فتأمل رحمك الله تعالى في ربوري هذا الكلام هذا كان أصقع يا أولي شيخ الإسلام يا وتصريحه تصريح الشيخ شيخ إنه عاد عرف كل شيء فيه في الكلام بأن من ذبح لغير الله روح على غيرك وحق ورعة إلهي أحد أن كاهن من هذه الأمة أمضن أمة الدعوة أمة الدعوة يا مسو أمة الإجابة أمة الإجابة اللوجدة قلها قال نما خص أمة الدعوة نما خص أمة الإجابة الذين ينتسبون للإسلام بلغها الله يا فهو كافر مرتد قال ويدين تكبح يكان نقض إسلامك لا تباح ذبيحته وحق ورعة بنانين لأنه يجتمع فيها ذبيحة وحقوق المهي نفك إلا قورعي مرتد كأقرع وحقوق المي مانعان لبصر وحرام يلي الأول أنها ذبيحة مرتد ومرتد قورعي أي ذبيحة فعيلة بمعنى مفعول أي مذبوحة مرتد وذبيحة المرتد لا تباح بالإجماع مرتد وحق قورع على مرة وما بنانا ذهدي كي صار كي أبسيرها أبا بكو قورعي أصدقها وحيني قبصد الله ورنا لغير الله شيخ الإسلام محمود هذا نمن كجنك يا صحراء وحي كبتان مش أي دين الإسلام كيراتو آثار الرسول والرسالة النبوية الصحيحة والعقيدة السليمة مش أي كيراتو أي دجان ونفس الشيء واحد وقت هوي مالك مش وإذا دفع عن جوار يا مخلصين إن من أهل التوحيد هو لها كوارق مزيد مش علم يا توحيد يا سنة يا نبي محمد كيراتو بيد دجان بفرزتان وحلوق يا هوي صومالي هذا وصدام بيهاي meelo meesha ka aqoon xaga diinta waa dhaantay hawlaha ugu dhaantay in kasoo Soomaali waa goor ay waxba is daameen oo sinay wathani annahu mimma uhilla bihi lagayra mid labad waxa weeye neefkan la gowracay ilaahay dirti looma gowracin ilaahay gairki baa loo jeedo loo dilay waqad harama allah dhalika fi qawlihi ilaahay arintana waa xarimay wixii ilaahay gairki loo gowracay ama bismi gairka lagu gowracay inuu xaraan yahay ilaahay wuxuu ku sheegay fi qawlihi ta'ala qul la ajidu nabi allah wuxuu ku tiraa muslimiinta wuxuu ku weydiiyay يا مشركين تقالي وحرمها يبا هذا مسلم سؤال شلا هاي أنا ومسلم ولا عيا لكن عمر وعمر ين قال وحرم جرتي مشركي العرب والقريش وحنا وحرم وحنا بنين جرم نوحور أبدا التحريم والتحليل وحلقة قدرنا من الشرع والوحي تحريمك هو من الوحي تحليلك هو من الوحي هذا سيدا يقول لا أجد هل ما هي فيما أوحي شرع لا يوحي ودحي سكيه لما إلي أنا محرما شيء لا حرم منه لا يبر على طاعم أي على أكل نيو وحونا يا أمر راشين دون وحل لقى حرم أنه هلي ما هي بوري إلا أن يكون المأكول طيب شيء ما أكل كأنه يهي ميتة بخت إنه يهي من بوي وهذه لا سورة ما إدا موقودة متردية نطيحة إيو وحال غوش يا هاي وما أكل السبع بالغوش يا جوامل ميتة بالليبا ميتة كجرا الموقودة والنطيحة والمتردية كل وحوي والمنخنقة كل وامحي ومن الميتة إلا أن يكون ميتة زوج الآيات وحون آيات الله الحاقين أحكام تكالي سنة وشيكتي وحال حرمة مثلا آي كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور بالله الحاقين يا الحمر الأهلية بالله الحاقين يا وحون نبي محمد الحاقية سنة قنوي لكن قرآن كوحي مركا كوين دون نبوك الله إلا أن يكون ميتة يا آياتك الله يسمى نجيدا إلا أن يكون ميتة وبقتي هي من مويل أو
دما إلا أن يكون المأكول دما إنه ديج يهيم وين مصفوحا قل شوب مهاي وقل قل هاي ديج يرى دحيح ده كده قام هيلب قرعة قازو دب ملا ديج ضلنا يلقى الله يا أو يكون أو إلا أن يكون اللحم خنزير أما هيل أو يهيل بدوفر فإنه شيء أسقى رجس وين لميرك وعلا كل ميتاتك إيو دمك مصفوحة يا لحم خنزير كذا دايد وذا نحن ما ضميرك وعلا منها يا إلى الأخير ولحم خنزير كأ أو ما إلا أن يكون المأكول فسقا وهلا لغير الله وحلا جاب حي إله دا عديس لجاب على فسق هو الخروج عن طاعة الله إلا أن يكون المأكول أو المذبوح فسقا وهلا لغير الله إنه يهيم موين من إله لجاب حي دين تيسو إله غير كلوج ورعي وتأمل قوله في الشيخ هذا الكسيفيري بوري ومن هذا من الذبح لغير الله والكفر والشرك وحاكم ذا ما يفعل بمكة وغيرها من الذبح للجن والله أعلم. فصل هذا كذا القيام بدنا أذو نعكسه وي شيخنا واجب جبهي هذا كيمتيمية نقول بدنا أرمه خصية يا صون نغنغر عن شيخ الإسلام وعن ابن القيم صون نغنغر أنت مركز المركز خلاصين هذا لكن فصل كان قدر. وقال ابن القيم رحمة الله تعالى على شمس الدين أبو عبد الله من الجوزية وحوري في شرح المنازل في باب التوبة مدارج سالك كتاب اللي يقانوي طيب مدارج السالكين في شرح بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين بلده مجلد كوبات صفحة أفر بقول يو كنتن طبعا مكتبة الرشد أن هيو سيدا سوي سيدا مجلد كأه هذا الكو يكجر هذا الدير القيام بضان وي مركو شو قصو هذا شركيات كأه أيو مركا كاللهي يدنوبت مكا اللهي وحوري باب طبو حكويد وأما الشرك شرككو فنوعاني لبن نوع وشرككو لبن نوع وشرككو نقضى أكبر وأصغر شرك وين يا مدير فالأكبر شرك وين لا يغفره الله إله مرافو إلا بالتوبة منه أصغر إن لغطبت كينا موين إن الله يغفر الذنوب جميعا بقل هيا ويغفر الذنوب جميعا أي بالتوبة اللي وجد عندها العلم ذنب كسوت كتوبت كينتو إله وارافا جميعا مركا هدي الله شرك باصوغري أي بالتوبة اللي وجد هدي دروبتك اللي وجد هدي جميعا تكادي جميعا أي بالتوبة أما توب الله عن الشرك أسوى الله مرضى فيه كفر توب الله عن الله مرضى وهو الشرك أن يتخذ وأن الروح سميست من دون الله إلا سكدي ندا لقال يا الله مثيل كساء أما الله مدى أما شبها في الحب والتعظيم والعبادة وي. أحد آدماء وآمن سن إلهي وحجر وحق ما أو الله مدى مجره لسوه لما شغل الإسلام بتحقيجي وقبله وحاكاها لعبد الكريم الشهرستاني الأشعري وحاكاها الله أبو بكر الأنباري الأشعري وحاكاها الله محمد أبو القاسم الراغب الأصبهاني وحاكاها الله في كتاب مكارم الشريعة كل وعده وحيليهين خلائق ذا شركي يا شيء أما كفر وخرد علي أحد آمن سن مجره إلهي وحلص من باجرة والله مدأ لبا إلهه اسكو أول أجرت أحنا ما آمن سنو إذ نصويكم برب العالمين أي في المحبة والعبادة وياه والتعظيم لكن ما في الخلق والرزق والإماتة والقدرة والسلطة والملك والتدبير أبدا كفار قريش يا قدر القرآن كه الله بهذا يقال اللي مشركين كلام مجني حلق أنا بقول يو كج هذا عرات الله متكاين وحي آمن سن إلهي إنه أدونك أبوري أسوق مامله دلي دلي أسوق ليه هاي إرساق قد كيانه دب يا دف أسوق ليه هاي كون محيين كون والجوين إن إلهي ربا ما محيين ألا نقول دوينا يقربون إلى الله زلفا شفعاوي أوليو يجاهو ذا بانقر حيسانينا أوليو صمالي هبلو هذا ننقو ولا لك كوي ما دو قرابة وكلا روحا إسيو الحقوه دو حيولي هذا الحقوه دي لفاه ذا يقر رعب كله أدو هذا الحقوه إتري كارين هبلو لفاه ذا يقر رعب بمعنى ما حيلا صعوي وجي ذا هاي قد مي قرح ذا إلا دلان دولة إلا مر هبل إلا تقو ونن كان هبل ويانو ما انتو حنو ويانو ناقصون القيامة هلا عاوي هلا قرقارو هلا كالميو طيب هذا الله وحبه يتري ويدي ويكالم ويدي ويقعنده كوية راتو الفقير نقطة معدمة وحال لفاها يقول رحي ماها لفاها يقول رحي رعوي إلا صعو انت عن رفاها وريقا هاي إلا وريقا وش قد إيه قدوي مرحو حدا أني من كان وش قد انقضان إنا إلهي بيسكو في عينهين إلهي بيكور دون هيان إلهي بيكور دون وحال لأيدي وي قريش قالوا ذي لغونا تكفيري وكذلك الصوماليون المشركون نفس الشيء وأسكم مد مناطق حكمكم ماشوا قلب وقلها يا صومالي يا أفريقي يا عرب يا مذو مكالا مناطق الحكم والشرك
أينما وجد الحكم يدور مع علتي مع سكوغين وجودا وعدما يا أمد الوريين. طيب إسلام باطل شيكتها لغوي وباطل بلاش شيك شرط وإدعاء لا ينفع. أبو جهل بمركب بدر الود تكلمها وقنوض النبي وقنوض أبو جهل ومشرقة وعنيد وتكلم حول إلهي وأنا النبي محمد كان النبي قر لأقر قر مانتا كي خلدر الله مانتا جبوري النبي وقنوض هيا يدعو الله ويقنط ويدعو على محمد صلى الله عليه وسلم وأسلق من يقوم من ساقورته قجرا مشرك وياه وكافر ومع ذلك يحسب أنه مبتدي وقنوض هيا قنوض كبار لقاء أقبالي ماشون قد انتهت القجري ويحكر راعد وقتها يعني أضو ننكو وصماري ساسي آمن سنتها وأسلف في عينهين هوشا هول أنفع يسماها قريش بأنفع له هوشا يضع وليبا قريش إن بضونا كميدا عامو وضي هاي عررتو دي هاوينكو دي أضومو دي وحلقا دا دعيي انتو دي محو هاي مكستا هيد إن دير مقارتك هيد وحلقا دا دعيي إن وليبا صاحرنا بيقو إياه أو مجنون ياه أو كاهين ياه أو والين ياه أو كرسي الدون هاي أو بقرة أورهادين هيو أو حول أورهادين هيو بل وحلقة دارعين وحن قرآن كأو بس قرآن باهين وأصدر الأول نويا أنت أسو الشبهات والغفر إلهي وحبك مسوى قادم نعم ما ماتوا والباطل لا حدود له ولا ضابط له. إذن وحاول كل من خالف الشرك من خالف الإسلام وأشرك بالله حق مرهيا حور شوق مركة وهو أن يتخذ من دون الله ندا يحب وجعلها كما يحب الله إلهي سدو وجعلها وجعلها هذا الكاس هل كان مكم مرة يخسر بكو جدا شوق قيب فقرات بوكوي فقرات غير بوكوي لكن شوق نحكو جدا بل أكثرهم أكثر المشركين اليوم يحبون وحيجعلين آلهتهم بيجعلين أعظم إن كدرا وكوين وكبضا من محبة الله. طيب ما أنتم هذا إله وحلقة شيء أما صوبانه العاية أما صحابة الله قادين إنه صننك الصومالي يا مشرك الدنقنين بالغيبة لكن ما لك ولادك بري هي محمد دبت انا الطابطه اما واخا شيكتو واد كار دمتنكاس اما كدلم وادليسا. طيب واذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون وحل اوغي هي وي هذا شي عبد القادر كاك بحضو سيف باكو تقانا هذا لكن اله وله كعب صوره قالوا ما الغلس كا تغايا اله موقت احد دفاع يا مجروي دولة فعلا مجرده مركا شعب غادر ما هو شعب غادر لكن ركبوا ليه وشغوز ركبوا ليه نين كتابته وقود ما نيس شيخ تيبك الله وحونا يري بل أكثرهم أكثر المشركين يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله ويبغضون عفوا ويغضبون عفوا ويعارون يعني لتنقص معبوديهم لمنتقص معبوديهم باكوكور مدارجك ومين بمشا كجرا للتنقص نواه معنى صحيح وهي وحي اعرون هيانا وكحناقنا للتنقص معبودين كو يعابده ان وخلغى شيغو لليدو اما لا يسو ويكعرونيا والهتهم بالا سوتا للتنقص معبودين والهتهم ونفس الشيء الهدود يكو يعابدهين هدي وخلغى شيغو لليدو وكحناقيون وكعرونيا او من المشايخ الهذا يكو العبد وعلومه وإذا دبوا شوق الله يلا عابد دبوا الله يلا قبل سوت أصنمت ولا قبل أعظم إن كون بيعرونها يا مما يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين هضم أحد هذا ما إلهي وحكى شيء أمر رب عايو عرايس عروذين بيعرونها يا مك آل هذودي يا شيوخ ذودي يا أولياء ذو حلقة شيء حلقي هيوي رجع أركيب أركب وشاعي له أعلم إنك مما يغضبون أنت عروضان إذا انتقص أما إذا انتقص أحد أحد ليدو أما وحكش يقو الدرو رب العالمين عالمين تربي وإلهي مركي وحلقش يقو عرائسا عروضين بيوعرون إلهي يدو دياش أو ليدو دي وحكو الدر ابن قيم هذا القيم بمشا يضع وإذا انتهكت حرمة من حرمات آلهتهم ومعبوداتهم غضبوا غضب الليث إذا حرد هدي حقوق وحلا قال الشيخ أبو لي حرمة آله هذه المشايخ ذودي وهي عرونها يعني عرا سيد اللي باح مرك الله كحيوك اللي باح أنتي الله وير الرئي لقح أنا جسوا أودك علمه أو كلا أودك علمها يعني وإذا انتهكت حرمات الله لم يغضبوا لها بل إذا قام المنتهك لها بإعطامهم شيئا رضوا عنه ولم تتنكر له قلوبهم
وقد شاهدنا ذلك بو بل إلهي نينك وحكا شيغي أما النبي قعاي هدو حقوق ولي ما أصميه كالي علماء الله على باري باجر حقوق زباجرته طيب أباي ستي باجرته أباي أباي باجرته حسك النبي قاجره سوء ماذا حقوق شلماء مراد الله سيوه وإيمان هيا نينك شلي إلهي عاي هاي دينت كنت من هيا إنبا كدنغن مايا باردين ومثلجين برف باكو دعي لكن مركا المحو هاي اوليودودي او مشايخودي ادك بري جيران اما وينه وخ لا شيغو كلا بخي ميسان طيب وا دويد بان اركي وداد قوليها لعابد ميد كميد وخ كشيغي او قبيل دبا تاغان هي قويس با دبا تاغان وليها مخا او غيي محو اها هاو شاكا الله شركي باجر هي يرادو كفر باجر هي يرادو وذا لو آفوا باجرها لغا لحيدا لكن انه وضيق انا مغعابي بلم كلا ودمن هيا هذه لكن ما انت نك لا وخا شيغ ام رسولك عدن كما لا رغار اسكول واد غدان ان معلم كا با نبي عايو هغاديي اير وخا انت كوبوقن با لغا سو قاد ما كمل اسكول كا لو بدلي اني غورعان با لو كلا بخي كاسو انت لقبت ان لا ويديست وي وان لم يجي سيده معاي مقشين لم يجي ان كاسو كلا لو كلا بخه ديب دنب النبي لو ما تابته لغا ماق بخي aaga wuxuu noqon la duulimaad ka caagan muslimiintu hadii nabi la taabto ama ilaah wax laga sheego ama diinto la duulay waan hayaan bal oran la waa la deyn laa laakiin lagu fiirinay aku dhamaad illa ilaah hadda la caayo wax lagu dhimo ilaah ma igax kitaan ba ilaah waan leh laakiin marka rasuulka la soo galay waa tijaabo ku bilaabatay waxa arkay in muslim is xil qaamay oo saabi ama shaatim rasuulka caayay فاس وقات أما كشقي أما وقت كبعي وهذا نقدنا وصار ما ذلك وقد يكفر بذلك وذاتكم نينك دي دي النبي قدي دي عرض جيسا دفاع أو دفاعي نينك الدورها يا قد يكفر بذلك طيب مصلحة إيو وحلا جرام ويا قد يكفر بذلك دفاع النبي محمد الإمام عبد المجيد ابن أبي الرواد وكيع بكو تكفيري إنه النبي صلى الله عليه وسلم ركوا دنتي رواية حديث ضعيفة منقطع سكرابة ومعضلة ayuu ku khadama wakiic oo madaxdiisa xaq u qaatay oo sheegaya nabigu markuu dhintay maalmo yaala ila islaam isniin buu geeriyooday habeen arbacaan la xabaalayay mise khamiis ba bayd buu gaaray tayib almuhim dhowr maalmood buu nabigu yaala sallallahu alayhi wasallam asagoo meed oo saxaabadu hawl sheegay ku wareereen oo musiiba ku dhacday ayaa nabigu xogow wuxuu yiri wuu dibiray oo calooshisa soo taagantay fartana way yar laabantay taghayur baa ku dhacay والي ما كجوغي اميركا كاها اي مسلمينت ريم ما كان شعب كاها اي شيخ هو جمع دوارد وهل قبط هادان برئلوته وكع لا سو قبنين اون جيت كلا سان واخ سوناي ما جيران والي ما كو كعن كو مظاهرادين دلن كا ديكا كو دمات سبب انه عيونو ماركا وكع اسكو كعسنايه او شن سلام ان بخوغ وخرو غفا ودخايس اسكو خمايه ايا مقله وكع برئل لي حدا لا سارahay صوفيا من عيون ان امام ماركا والي واي شيخانو شعب كو كرسين بو وخو نين كاني حديث كو شيغي واجرا ولم اسمع قط ولي حديث ما انا مقلبون وكيعن با ميش لا يمد طيب مركا لكن وحان ربي ودوا نين حديث صحيحه او اسو وقتي صحيح كاها كو خلدمي ان ان ديكسه بدبادي لكن حديث ما انا مقلبون هذا حديث كيفان شيغي ولو انه جرو وكيع وا بدبادي بحسي حرقي با لغا فوري عراق بو عرر شعب كريم ما كان مركز أوغادان وكعين لسيدة وبقر كوسيدة ننكي أميركا أو سفيان هوش 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 يا شعب كريم مدينة فرقين قدرين فرطي قديبة وحاق ديهم وحاق ينصوم مردوني مرتدو زنديقة ونبقى أكتيسة كبحي ووكيع ليلة أو عراق أو ريكو فا واليق مكا سيدة يي مدك مدينة جوغة مكو إذا مرها يو هالاتشين قورع إلا دي لأنه هذا المدينة جوجا أمريكا الله شيء أبو سيد هنا يا حديث كي سفيان وكل اللي سبوا ذا يا جورع هوا شو مركو حام مغلي علوم هذا أنا ريم مكا جوك تام مقش فريم بالغدو حال المدينة همبر وكيع عمر قابا قال كلعه حقا أمر عر بحسي علوم وانا قضية وكيع وحنا قد جي هذا النبي إلا قاعد بحوا آج يا مسلمين تجلس نحمل كلمه يا وش أيضا إلى أم مالك جيلي فما بقاء الأمة بعد شتم النبيها ومدوا إلى سجرت النولات وما هي معنى كنيسة هذه بالنبي قال العاي النبي قال لك أقبحنا وش أسكيل عليه نين كأقبحين يا الذي فاعل نين هوش كدي ديو يسحل قام فاس قاطينا يا من لحق حقنا وحلق الشيء هذا الدين اللي دين ويه هذا قال الدباش والكم حبسان يسامبا
شيخ حلي هوشا وانو ارغنا ان الهيودا هدي لا تابتنا اي وريران ويرحان اي واشان اي دغالمان هدي الهي انبي لاغ بخنا اي باردين ينو بي لو شوبي وانو ارغنا بو شيخ حلي المهم الشيخ يري وقد شاهدنا وحانو اندها ساري هذا ارن كان بانو ساري ونحن يا وغيرنا منهم جهره سعد بول ارن كاركوا ما هي ان الهي يدين تي سمك واخ لاغ شيغان اي ايسن ديدينين او ايسن هناسين او فعلتنا ايسن غلينين مركي آل هذه يا مشايخ دينا لا تابتنا أي وان هاي وير حيات وقد شاهدنا وحن ورقني هذا أركان صوشي نحن أنا وغيرنا علماء كانوا وارقتي منهم من المشركين وعابدي المشايخ والأولياء جهرة أيضا عض عن حب عن حب صارين وترى وحقرك بر أحدهم متكون قد اتخذ صوكي شيء ذكر إلهه إلهي الشيء قديسة يوم معبوده من دون الله على لسانه ديدنا له إنقام ديدنا له بمشاكك ومهم جدا وكلمة مهم جدا ومشاكك وأنوي وغرك إزابة وكور دين هيان شعب عبد القادر العزكي أولياء الله وبكور ديان با هدو كعوة كوكع هيا هدو فريستو نمانو عساجرة نمو حاوز حسوس تامركو مال سفر كي ما هدو كسو قل جري شعب عبد القادر جلاني واكواك وجلاني واكواك محيطة شيخ البيت اللي وحكوسه قالها يا أبو علم وحكوسه قلوب حافظ كيمات وأنا كجبحة مركو حاوي يا أبا ذكر إلهي عرف إنه كوبة اللدوني بابا لقبة يا أوليو إيوه هذا شيء تان كتب لقبة العين طيب حور الشيخ وترى أحدهم يتكوت بركيسة قد اتخذ أصو كي شيء ذكر إلهه إلهي الشيء تان كسي حسديسة يوم معبودك وعبد من دولا لسه كتب عبودي على لسانه عرب كسوح وقدر يديدنا عادي دقن له دقن يعادو إلهي بقدر عرب كود جن هيا وحصايا وشيء هيا سيد إلهي بحصايا ذكره أوراد طيب مرك إلهي العابد هيا اللي عبادة سنة حرة وحلورن جري وحلو قيم جالس ده حقيبات إن يروح معه ذكر السلام وإلهي لقول له جويه إلا مع شرك ويه يصلي أن الله سيدرين يا أولاد أمان كذا توصل يا مدائح يا قسائد تاسس عن زمان طرد طيب يا إمام البدلاء وأمير النجباء وغياث الفقراء جد وقم واسمع وبادر بس عن زمان طرد طيب شعب الغالب بلوج ذا يا إمام البدلاء وأمير النجباء وغياث الفقراء جد دق وقم سو استاب واسمع نمقل وبادر سو دق دق بغداد هفدين الصومالي لقاك بين إمو هؤلاء سودان بل يلا وضعها يا تخميز كذا وحكوجر إذا نابنا خطب جسيم مخيم وهاج بنا من هول شدتنا يم ننادي رسول الله والناس نيم ألا يا رسول الله كن دائما معي وعينية تخميز كذا عينية تخميز بيلاد هاي طيب مرك تخميز قوام هاي إذا نابنا خطب جسيم مخيم هذه بلايو نوها بسته أو بلايسو قرتو المسلمين تلاش لقاتو وهاج بنا من هول شدتنا يم بدو عارضو إنه كعذون وبلها صعون ومراكب يدومي الله شهود أنا يبدو كعذو. طيب ننادي رسول الله رسول الله رواقنا والناس نيامو ضدكوا جيفة يا النبي قل رواقنا يا رسول الله أغثنا أنصرنا أجرنا طيب بان لنا. محن قل رواقنا ألا يا رسول الله كن دائما معي عيني يدو وكفر يا شرك يا قال لمو طيب مركوا ولقوا ورديبة وأذكاروي أورادوي وذا وحان حسوس تهدنا أرورت قادن محوها توصل قابك ديرها ما قابك أنا قادن مغرب كنا حديدة أنا لقادن عشر من موسى قليتر عربية باسي نحن ندب تالين يحوقوا صار فيها انت بو نفطنا قادن مركز حولي هديدا أرورت قادن توصلك محوها مغرب كين مكي قرحوا دعلي لتكوذا مغرب كان أيضا قادن حديدة وحاول عشر مجره هبين كجمعات يا أربعان وواجب الحضري وإلى غيرك الله بري واجب وهي طيب قلب كجمعة وين قرآن كله ختمه قرآن يشركي يا ألباس بقوة فرا وهوله عربي طيب وهولهم مشرك العرب وكلوي آثارتي يوم هاي علومتي باقي من دين الأنبياء والمرسلين وحبيك هاي شرك نواو ذين عركوا حادية مغرب كله قادو قصب كن نقع إن دان قادين عشر كوجوك سنة وحكم إذا رسول الله ما لي من مجري وحلقاده
طيب صلاة الله ما نحى المنادي منها لقاضي حرت حج سوي واتقنادي صلاة الله ما نحى المنادي لكن إن كان هوش وضع وحكجر أبيض وترن هيو رسول الله ما لي من مجيري رسول الله ما لي من نصيري رسول الله ما لي من ظهيري سواك يجير من كرب شدادي أنا صلاة الله ما نحى المنادي على الخير وراء الهادي العباد وانت قلناه أصلاً وضلضلها هي شرك بان صلاة الله وقاضينا يعني أمد ولا باب شيء سيء وباقي أمنها وحي رسول الله ما لي من مجيري رسولك لا وحي كريء بدبالي مغن قريا ملي رسول الله ما لي من نصير وحي قرقارا ملي ما لي من ظهير وحي عاوية ملي سواك هذه أنك أهي أحد إقرقارا أو يعاوية أو إكالمية أو إبدبالي مغن قلون عليك كان ملي بور محاد كم من قليسة من كرب شدادي كربوين كواوين ما كان دعانا أدونك كلا بحيل الرقم هذا كل جام بيت بدبادري ما الله كبت بادية أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء مثل النبي محمد يعني والله كلا بحيل شرك كفر قوة هذه سنقالا هاي نينك أن كتب تجينا هوش أنك صور نقولين قال كلا بجرا بشر قال بجرت وما ديا لورين لمن قاسي هو كفار أسليون أو مرتدون مشركون بالله شيخ مروح وترى أحدهم قد اتخذ ذكر إلهي ومعبوده على لسانه ديدان له إن قام هدو استاغو وإن قعد هدو فرستبا هدو استاغ أصوك كعايا شعب دغادر العسكي بيقول هدو فرستو ما يحسب الشيخ هيا وإن عثر هدو تران ترودو تاسوا وحل هو بوي مو تران ترودو شعب دغادر شيخ بيلو أو هبلو ذي حين باكا فكان مقل باكا فكان أصغى العسكان هيا نحن أنت توجي هذا هيدا قيل أنا قب بابور صار يا بابور كي لقوا فكت مل يزوج مل لاقة كبحاي أذن الله صار روح يقول شعب القادر قل أنت قبته بيتورا سكر النار رب ويتورين نبي كذا تورا أذن أنت بوار حسوس تلا كي رعبات لشيء ما هي سياسة يجلس تاي أمنيات بيجلس لو دوان ما هي طيب أذن وياي لو رجل الله سعيد بعصو قبته أذن قلت تجي مل بتعقد عليه لاك دحدي بأي مل دحون مري نبي والله تورا قصدي الله أنت سقبته بفاريلية مركزي وحموس قريب إلى هبة بادية وحموس النقنين بق والله سوق ضيبة أتغي حبوب العقب سي يعوس يدرها له هو نمها كوخ الضمان بابور كان صور راع إلهي غير كهبرية مركو دبي ماذا بسم الله هيد إلهي عسكو حن جوجي أظن بدون الله سبحانه وتعالى حنا قد قدم أصو نينكي أدعينه أضيع هارك كلنا القور كفير هاي وإن عثر هذو دران ترادو أصو شيء هيا وعسكان وإن مريض هذو حنون صدو وإن استوحش هذو علوبه كليوبه مركو كيرجو سعلا ده الشيخ عسكان هيا طيب مال علو جوا مال كيد وكوي هاي وغريب كوي هاي أسوق عسكان هيا وحقوق دروك هلا فذكر إلهه ومعبوده من دون الله هو الغالب على قلبه واللسان وهو لا ينكر هذا الكاسة وهو لا ينكر ذا أرنك قنصن ما هاي إلهي غير كونه مجعبه وشيخ ما قنصن هاي ويزعم ولي بحو الشيخ هيا أنه إلهي سي الشيخ وبري هي باب حاجتي بابا ماشا كقوان باب حاجتي باهدي سأل باب كده نتا باهدا هذا يمراد كذا إن لك فيه مراد كذا لجوج جدو ولجوج قبته إله يكون صغره وحيكون حرام تا إله غير كنا بريدو الشيخ بريدو باب حاجتي مراد سأل باب كسيه إلى الله أسم مرايا الباب إلى أم رئيسه وأولياء رثي مرتوي إيو وشفيعه كآخر وشفيع قليلا عنده وعند الله الله إله وحكا إرجع أدونك يا آخرنا وشيخ هذا ووسيلته باكا قوان مجاز وسيلته يحرير كالي يدين دحيرا وشيخ بل هديك لو حكوص عن ما هي وهكذا كان عباد الأصنام سواء المقيم هوش وقوي عباد الأصنام كي قريشي عربية سيدة أم بيئة هاي وحد جريحي اللي أنا وأن جوغي بوري أن أركينا أصاري ووحنا محمد أصاري بوري إمامكم رحمة الله تعالى عليه وهذا القدر قدر كان أصقع أوام حي شركي هو الذي قام بقلوبهم انت انو شيغني ووحى قلبه ودو كجربول معبود كذا كوين شيخ ذا لوين ولغي بريان با لوين اسغي بريهايا اسغي تلا سارن هيا اسغي عسكريان اسغا قلبه ودو كوين الهي بك لوين با وتوارثوا اي كلا دخلين المشركون كلا دخلي بحسب اختلاف الهتهم ايو ولبا كلا دوين الهي كلا وا كلا دخلين وقدر كقدر وداغان وي شيخ عبد القادر نكو سن كوين شيخ ويس با كوين نين قوم شو شقوس قلب سقوين شق عدو بكوين شيء عدروس بكوين أحمد البدو بكوين هبل كرفاع بهايستا نبى نبى كوين إما صد طريقة كجت طريقة يقول علا نين كسر لك إله يربى يستو جونع طيب
وتوارثه المشركون أي كدحلين بحسب اختلاف آلهتهم أيضا ولب آلهته أي كالدويين طيب بهدنا كدحلين أنت أيضا فأولئك كوا هوري عربيت كانت آلهة من الحجر إلهية عبدان بحيال بأبنى يتلوين وغيرهم وهؤلاء بعض يقول لكن مدارج وحكو جرى وغيرهم غيرهم من المشركين اتخذوها من البشر فارق ومحي تدخل الجوغانة آلهة عبدان وابن آدم نولا أمر انتو الحبال ميدة لكن عربته هوري أصنام يتلوين بعبد جرين لفتركوا التلوين كأصنام طبعا كي مادين ضد النوراء ومسلمين أهما أهل خير أبا بكسوا الجدان بقى. قال الله تعالى حاكيا عن أسلاف هؤلاء المشركين باكاقوان ومدارج كجرتا إلهي وحوري حاكيا نسوه كسوا قرني عن أسلاف هؤلاء كوان أو يالكو ذهوري ضدك كهري أسلاف كوا جمع سلف وضدك كهري يوي المشركين مشركين تي هوري يكون أهل السلف كو أهل إلهي مركو كورا محوجري والذين اتخذوا من دون أولياء كو ألسوا كذي صميس إلهي يقعل أولياء أي آلهة تمعروا كبازرين ما نعبدهم يقولون وحيلي أما قالوا وحيلا ما نعبدهم مع عبدنا أولياء يقعل كي مشايق ذي أولياء إلا ليقربونا إلى الله زلفى أي قربا إلهي إنه النور دويان وأن أسهم مروا أن نشفع عن بزان كربنا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إلهي باك لحكمي مشركين تتحضوا ده أيها الدغالة ماية كوبح إلهي وضطاء وحلك لحكمي وأيها وحان الله عدن كله إن أهل باطله هذا هو قول أهل العلم الجمهور تيمرين وليبا وحلك لحكمي والمشركون المتنوعون المختلفون والحكم وبطلان مذهبهم إن المشركين نارنا يكوران كل قدبا إبطالوا والوحدة مئه إن الله يحكم بينهم بين محويا فيما هم فيه يختلفون وموحدين تمشركين إلا هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا بملك الوعدي مشركين تي وحن هيستي يا موحدين تي ديدنا مخلصين تابا ربك الحكم هاي إن الجنة لك حاضر إن نعمه إن النار جهنم يكوى رهيا عياذا بالله إن الله يحكم بي إلا كلا صارئ كلا قين فيما شيء قديه هم أيقو فيه يختلفون اسكو هيستين كان حق يا كان شركة الاسكو هاي ربك لا قين دونا هذا نوع كلا قوان تهي هل كما كلا مرة تعليق باكجرة ثم شهد عليهم من قيم حلو إلهي مركو حقوق لقول إيه مشركين تا أيدي ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفاء ثم شهد عليهم بالكفر والكذب إلهي كحكمي إلى قاليهين بأن الشيخ هيان وأخبر وحنا الله الشيخي أنه لا يهديهم فقال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار آيات واك لقوه طيب آيات فقر يا ذنبي وحكوه المريي تعالي غير وآيات مركاسي كاتر جمعي وأنا في عانتي قابك مدارج أجرة إن الله إلهي لا يهدي من هو كاذب فيما ادعى كفار قال لمن بدن مشرك فيما اتخذ من الآلهة إلهي مركو واضح حكم إن قالين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلا زلفى وكفر وقال لما فهذا حال من اتخذ من دون الله ولي يزعم ملكا من استغفر سوى صعوده شيخ حسين هي هذا بالله توفيق